ممكن استفيد بيها انا اكتر، انا وشخص تاني مثلا، مش شرط انا لوحدي. لكن ما بحبش مثلا اتعدى الصرف بتاعي او اوصل لان انا اكون عليا كريدت زياده مش عارف اسدده او مش عارف ادفعه. انا بستخدم كريدت كارد بحذر دايما، وبستخدمها في حدود نطاق استخداماتي الشخصيه، ومش بزود عن الائتمان بتاعي، وفي العيد وفي رمضان بستخدمه بحذر شويه. انا عن نفسي ما برجحش استخدم بطاقه الائتمان لا في العيد ولا في رمضان عامه، يعني انا مش مشجع ان انا استخدم بطاقه الائتمان، يعني انا بحب ان انا استخدم كاش افضل بالنسبه لي افضل. يعني من كثره المشاكل ببطاقات الائتمان صار الواحد حذر، حتى لما يحط البطاقه لازم يطلع وراء يشوف اذا في حدا بيراقب او شيء. في ناس بحطوا مرات كاميرات صغيره عشان يلقطوا الارقام، الواحد بده يكون كتير حذر.